أفكاري بعيد سار حمالي مالك يا حبيب السان يا أفكاري بعيد بجرى في عيوني حياتي وانتي مشغولة بجريدة مقال بحاله قصة كام بتجري في ايه كلميني يا سلام مهتمة يعني هسه مقال بحاله قصة كام كم شهور مرت علينا وبيننا بعد بيننا بعد وفركة شهور مرت علينا وبيننا بعد بيننا بعد وفرقة شاملة العيون رويانا تبكي تبكي والقلوب مشتاقة أملا خاطرك قصة أو أخبار جديدة عندي ليك خبر أهم جايبو بأشواق شديدة أسمعي وطاوعيني مرة خليك عنيدة اسمعي وطوعيني مرة ما تخليك عنيدة عايز اقولك عايز اقولك ولا سيبك اجري احسن في الجريدة
غير ساعة مرت ساعة والدر والوقت روح تأخر عايز أقولك ليلة أقولك خير ساعة مرت ساعة وقتر والوقت روح تأخر زي عنادك عايز عاني لكن اسهر ما حقدر زي عنادك عايز عاني لكن اسهر ما حقدر امري لله انا مشغولة بجريدة وعاملة مشغولة